كيف يمكن أن يكون هناك خطوات جادة لإيقاف كل هذا الإجرام بحق الأطفال والطفولة؟ حقيقة هذا الأمر يحتاج إلى جهود متكاملة من الجميع، يعني بدءا من الأسرة والمجتمع وأيضا ممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى الحكومة معهم. هذه المنظومة يجب أن تتصدى بشكل عام لكل هذه الجرائم بشتى أنواع الطرق التي يمكن أن تكون فاعلة في التصدي لهذا الأمر. نحن في وزارة حقوق الإنسان على سبيل المثال، يعني ربما يكون ملف الطفولة من الملفات التي حظيت بعدد كبير من التقارير التي رفعت على كافة المستويات. فتقاريرنا اتجهنا بها إلى الاتجاهات الإقليمية، سواء في لجنة حقوق الإنسان في الجامعة العربية أو في منظمة التعاون الإسلامي، ثم على المستوى الدولي من خلال مجلس حقوق الإنسان ومن خلال لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات أو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن. هناك تواصل دائم ما بيننا وبين مكتب السيدة فيرجينيا جامبا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لقضايا الأطفال في مناطق النزاعات. نحاول بكل ما نستطيع من وسائل، أولا أن تبقى هذه الجرائم مثارة أمام المجتمع الدولي. نحرص جدا أن تظل هذه ملفات قائمة على أساس أن الجريمة لا تسقط بالتقادم. نحرص على إيصال كل الأسماء التي تصل إلينا ممن يقومون بالانتهاكات والرفع بها إلى لجنة العقوبات ليكونوا مطلوبين ليس فقط على المستوى المحلي ولكن على المستوى الدولي. هناك أيضا تواصل مع اللجنة الوطنية للتحقيق الانتهاكات من خلال أخذ عديد من الملفات التي نشترك معهم فيها لإيصالها إلى مكتب النائب العام. هل هناك طرق معينة مثلا قامت بها الوزارة لمحاولة الوصول إلى بعض الضحايا؟ طبعا، أولا نحن لدينا مكاتب تنسيقية للوزارة في معظم المحافظات، لدينا بعض الراصدين الذين نتواصل معهم ونحاول من خلالهم الوصول إلى بعض الضحايا. أحيانا يكون الأمر بالتنسيق مع منظمات مجتمع مدني، نحاول أن نشترك مع عدد من المنظمات التي تعمل مثلا في قضايا الطفولة، مثلا كالأستاذ أحمد القرشي أو الأستاذ الزعفران، وهما من الشخصيات الكبيرة التي اشتغلت في المجتمع المدني على قضايا حقوق الإنسان بشكل عام وعلى قضايا الطفولة بشكل خاص. بالتالي نحاول معا أن نحقق شيئا يمكن أن نوصل من خلاله رسالتنا لطرح كل هذه الانتهاكات. يعني تظل مثل هذه الأمور هدف نحاول أن نصل من خلاله إلى الضحايا بأي طريقة كانت.